والصحافي امريش صحافي معطل تفضل دوم صحافي صحافهم مع الجمهور البرلمانيين مع لا 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 ولا هذا احد العناصر النباتيه الزخرفيه اللي كانت تعمل في الزخرفه ديال العناصر المعماريه. لا هذه جديده، هذا غير النموذج اللي كان هو اللي كان اللي كان ولا المعلمين اللي كيجيو على الشباب كاين المعلمين، كاين البيوت العامله، الشركه استقطبت الشركات تستخدم حتى مختصين، كل واحد على حساب الاختصاص ديالو. شكرا لك.
De frappe de lavage à la fois le casse le les études de stabilité, les études pour pouvoir battre une tricouche italienne. Aucun le traitement à l'italité. واليوم حنا الحمد لله ولا الوفد المرافق كذلك السادات البرلمانيين الحمد لله حنا اليوم كنشوف واحد المجموعه ديال المشاريع اللي تحققت وكاينه اللي شاد الطريق ديالها. يعني ما يمكن غير نفتخروا كمسؤولين على هذا الاقليم العزيز. يعني مشاريع مهمه نفس على المستوى ديال المحاور الطرقيه اللي كيرجع بفضل الجميع. ما غاديش نجبد واحد ولا جوج ولا فرع كله كان كيبحث على هذه المشاريع سواء المسؤول الاول السيد العامل السيد رئيس الجهه الساده البرلمانيين اللي عندهم واحد الدور مهم يعني باش خرجت هذه المشاريع.
يعني الحمد لله ملي كنشوفوا الحصيله ديال هذا اليوم ديال الانجازات اللي كنوقفوا عليها اليوم ما يمكن غير نفتخروا. دخلت قصر البحر، قصر البحر كيف كان المعلمه التاريخيه اللي اخر زياره لانه كان رد الاعتبار لهذا ديال السيد نزار بركه. اكيد الزياره الاخيره الحمد لله تم رد الاعتبار لهذه المعلمه التاريخيه اللي عانت سنين، وكانوا الجميع الساكنه ديال اسفيك طالب برد الاعتبار لهذه المعلمه التاريخيه. والحمد لله اليوم حنا كيف ما كتشوفوا الاشغال متواصله وفي المراحل الاخيره، وكاينه مرحله الاخرى ديال المشروع اللي فيه شراكه ما بين وزاره التجهيز ووزاره الثقافه والجهه. يعني الحمد لله ان قصر البحر غادي تكون عنده المكانه ديالو ويرجع للدور اللي كان كيلعبوا في القديم. واخا الحاج عبد الله نبقاو مع وزاره التجهيز، نبقاو مع السي هشام السي نزار بركه الامين العام. واحد استقبل السي هشام، حنا كنعرفوا انك درتي مجهودات كبيره باش تكون هذيك الزياره ديال السيد الوزير مدينه اسيك. كيفاش كتشوف هذه المشاريع السي هشام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنرحبوا بالسيد الوالي والسيد رئيس الجهه والسيد عام كذلك. الحمد لله اليوم كما شفتوا عده مشاريع اللي سنين ما تحققوش، ولكن الحمد لله فضل الاخوه السيد رئيس الجهه وعلى السيد وزير التجهيز الحمد لله اللي اليوم تكبوا كما شفتوا على التدشين ديال عده طرقات اللي الحمد لله اليوم الاقليم راك شفتوا في لوبلومون اللي توسعه الدخوليه اليوم من الحدود ديال الوليديه حتى الحدود ديال الصويره ان شاء الله. كاين اليوم من الحدود ديال من اسفي حتى مراكش لدوبلومو، كاين من اسفي لسبتكوله لدوبلومو. هادو ماشي مشاريع الحمد لله اللي هي سهله الحمد لله. كذلك كاين جوج هذه فيها اتفاقيه ما بين الجهه ووزاره التجهيز كنشكروهم من هذا المنبر. ثاني حاجه كاين مجهودات ديال الجهه اللي كدير بعض الطرقات بوحدها، كذلك وزاره التجهيز وما اللي كدير الطرقات. كذلك مقصر البحر شفتوا دراسه من 2011 وهي هذا الحمد لله راه خرجت حيز الوجود وراه حنا عارفين 2011 شنو كان فيها. لا الحمد لله الامور كلها ان شاء الله وكل شيء المشاريع غيكون. سي هشام انتم كانوا برلمانيين على مستوى ديال دائره اسفي، كتشوف هذه الشبكه الحمد لله اللي تقوات ديال الطرقات، كتشوفوا واش انها غتزيد الحمل اكثر عليكم باش تعطيو تحطوا لنا واحد اسفي في المستوى ديال الناس اللي غادي يستقطبوهم هذه الطرق. الحمد لله ملي كتقول البنيه التحتيه راه فتحتي الطرق، ملي كتفتح البنيه التحتيه راه فتحتي المجال السياحي. الحمد لله غادي يكون مجال سياحي. ملي كتقول اسفي مراكش والوالدي هذا راه ما يمكنش مراكش ما يجي السياحه لاسفي، وما يمكنش الحمد لله ملي تكون البنيه التحتيه غيكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا بخصوص مراكش لا ماشي دروك ماشي دروك حاليا عندنا الكرو، ولكن الشطر التالي اللي فيه هذيك